الأرض خدناها سنة 2004، وخدناها في وجود مجلس إدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحة. وأنا بشكر جدا، النهاردة كان حريص جدا أن يكون موجود، للأسف عنده ظروف صحية، وعشان كده بعت ابننا تيمور حسن حمدي موجود معنا. ابتدينا ان احنا نفكر ازاي يكون الاستاد في اكتوبر في الشيخ زايد. بعد المرحلة دي تم تكليفنا برئاسة النادي الاهلي سنة 2017، اخر 2017. كان عندنا اهداف كمجلس ادارة. الهدف الرئيسي عشان نعرف نشتغل كويس في كل الملفات وفي كل الامور ان يبقى عندك دستور، يكون عندك دستور النادي الاهلي. دستور النادي الاهلي متمثل في نظام او النظام الاساسي، لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي بشكر فيها محمود بفهمي. كان في لجنه مكونه من ساده يعني افاضل قانونيين، محمود بيه كان بيرقصهم، وقدموا لنا دستور وقدموا لنا لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وانا بشكرهم جدا. من خلال اللائحة دي بقى عندنا ان احنا نقدر نعمل شركات اللي تفضل بيها السيد الوزير، واللي ساعد فيها الحقيقة في ان احنا ناخد خطوات سريعة فيها. فعملنا اكثر من شركة، منها شركة الاهلي للمنشآت الرياضية. طيب نفس المشكلة واجهتنا الارتفاع، لان الارتفاعات اللي كانت موجودة في الشيخ زايد هي 6 متر بس، 6 متر فقط. عشان تعمل استاد ازاي يبقى 6 متر؟ عشان نعمل استاد فكرنا من زمان جدا عشان نوصل ناس متخصصة، يعني نحفر جوه الارض ونحفر تحت اكتر من 25 متر عشان نبني الاستاد بتاعنا. طبعا ده كان امر في منتهى الصعوبة. ويميها الحقيقة انا فوضت من مجلس ادارة ان انا اروح لاكتر من جهة مسؤولة، ورحت وقعدت كتير، وقعدنا على مدار يمكن سنة ونص أو سنتين عشان نحاول ناخد موافقة ارتفاع. وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. هيئة عمليات القوات المسلحة في مارس 21 ادونا موافقة لارتفاعات 30 متر. ده الأمر الأساسي. عشان كده أنا بشكر كل مؤسسات الدولة اللي بحقيقة بيتعاونوا مع أي عمل جاد، وبشكر الحقيقة كل الناس او كل الاساتذه واللواءات والاجهزه اللي كانت ورا يعني الموافقه دي. الموافقه دي هي اساس العمل النهارده. لو ما كانش عندنا الموافقه دي ما كانش في استاد. فالحمد لله رب العالمين ان احنا حصلنا على هذه الموافقه. ودي بقى بالنسبه لنا هي نقطه التحول الرئاسيه، ومش تحول بس، هو نقطه الامل. الامل ابتدى يبقى في عينينا، والامل ابتدى يبقى في دماغنا، عايزين نتحرك. عشان كده ابتدينا ان احنا نفكر، عايزين جهه مسؤوله، عايزين هيئه مسؤوله، اللي هي انشانا شركه الاهلي للمنشات الرياضيه. حق جمهور النادي الاهلي انه يروح الاستاد بتاعه بسهوله، ويدخل بسهوله، ويخرج بسهوله، ومعاه الادوات اللي بيشجع بيها المتاحه، ان هو ياخد ولاده ويقضي يوم في مباراه للنادي الاهلي في الاستاد، ياخد ولاده ويروحوا المتحف. كل الامور دي للاجيال الجديده باذن الله يعرفوا قيمه النادي الاهلي ان شاء الله. احنا المفروض ناخد بالنا من الفرق الرياضيه اللي بتخليها النادي الاهلي النهارده اول نادي في العالم في تحقيق البطولات. لازم نصرف ولازم ندعم الفرق الرياضية. فمش معقولة كمان النادي الأهلي يطلع من عنده مبالغ مليارات المليارات علشان نبني استاد، وما نصرفش الكلام ده في فرقنا الرياضية، ما نصرفش الكلام ده لخدمة أعضائنا أعضاء النادي، ما نصرفش الكلام ده في إسعاد جماهيرنا، ما نصرفش الكلام ده في
التطوير المستمر لكل منشآت النادي وكل فروع النادي، وكمان بنبني فروع جديدة الحمد لله رب العالمين. يوم تاريخي يا جماعة، لو احنا افتكرنا آخر مباراة اتلعبت في استاد التيتش، ما عرفش حد فاكرها ولا لا، رسمية، مباراة رسمية، فاكرها يا عدلي انت؟ كلام دوت كان سنة 76 75 آسف سنة 75 مباراة رسمية. يعني عدى لغاية النهاردة يا جماعة 49 سنة، 49 سنة الحلم موجود، 49 سنة مجالس الإدارة بتشتغل عليه، 49 سنة الجمهور نفسه يشوفه، 49 سنة الناس كلها منتظرة ده. النهاردة احنا ان شاء الله بإذن الله يكون هو ده بداية تحقيق هذا الأمر. هنا انا ما فضلش بالنسبة لي غير حاجة واحدة، حاجة واحدة بس نفسي تتحقق ونفسي أحققها مع زمايلي، إن أشوف النادي الأهلي بيلعب في استاده. ده أمر مهم جدا بالنسبة لي وأمل كبير جدا بالنسبة لنا. ساعتها بس هحس إن إحنا كلنا، وأنا بقول معايا بقى زمايلي أعضاء مجلس إدارة وأي واحد ارتبط اسمه باسم النادي الأهلي، اي واحد ارتبط اسمه بقى عنده اسم شهرة، لان ده النادي الاهلي وده جمهور الاهلي. فكل زمايلي وانا اوله، احنا عندنا دعم كبير، واحنا يعني عندنا كمان مهمة كبيرة جدا ان احنا لازم ننقذها عشان جماهيرنا. لكن كل اسم مر جنب النادي الاهلي هو استفاد من النادي الاهلي، علشان كده النادي الاهلي من حقه علينا احنا كلنا نشتغل، حتى لو اشتغلنا بأزمنة وبوقات ودينا فكر ودينا رؤية ودينا، يعني بيقول مثلا ايمن وبيقول محمد كامل احنا فعلا التقينا في وانا بتعالج، وانا على فكرة طالع تاني لمين اللي جايين دولت. المهم احنا كلنا هنحس، وانا ساعتها بصراحة احس لو اتحقق حلمنا وشفنا، او شفت حتى لو كنت قعيد يعني شفت بس مجرد مباراة في النادي الاهلي في الاستاد الاهلي، ده بالنسبة لي احس ساعتها ان انا رديت جميل للنادي ورديت جميل للجماهير، وكمان شكرت الله سبحانه وتعالى على كل امر فيه توفيق ربنا اكرمنا به الحمد لله رب العالمين. طيب، كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا المشروع التاريخي اللي بنتكلم عليه وسمية بمشروع القرن، لأن أنت بتتكلم على مدينة رياضية كاملة متكاملة بوجود شركات كبيرة عالمية وعربية ومصرية هتعمل ابتداء من اليوم وعلى مدار السنوات المقبلة عشان نشوف مدينة متكاملة، وهتكون على كذا مرحلة، ولكن بالتأكيد المرحلة اللي بتهم جماهير النادي الأهلي في المقام الأول هو الاستاد. إن شاء الله بإذن الله قريب جدا نبدأ نستعرض ونشوف كل التفاصيل المتعلقة بالاستاد، وهنكون معاكم أول بأول بكافة التفاصيل ببعض الصور والفيديوهات أكيد في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد خلال الفترة المقبلة. طيب نروح